يا صبايا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم. ربنا عليك توكلنا وليك أنبنا وليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اليوم سنبدأ إن شاء الله تعالى موضوع جديد وهو نظام التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية في أمريكا. وتعتبر أمريكا، تكلمنا فيما سبق عن نماذج نظم التعليم في دول العالم، أخذنا نموذج الدول المتأخرة كانت من تمثلها يا صبايا بريطانيا، ثم انتقلنا إلى الدول النامية، جبنا نموذجين، نموذج نظام التعليم في كوريا، نظام التعليم في تايوان. اليوم إن شاء الله تعالى حنأخذ نموذج الدول المتقدمة، سيكون بإذن الله تعالى هي الولايات المتحدة الأمريكية. تعتبر نظام الولايات المتحدة الأمريكية نظم متقدمة جدا، بل هو رائد نظم التعليم في العالم، والدليل على ذلك ماذا تقديركم؟ تقدمها في كافة نواحي الحياة، تقدمها تكنولوجيا، تقدمها فضائيا، تقدمها اقتصاديا، تقدمها عسكريا، كل هذا سببه في نظام التعليم. عدنا نشوف ما أكد بوش في يا أستاذة اللغات، يا أستاذة بوش في استراتيجية كيف يكون نظام التعليم سنة 2000. هذه الاستراتيجية كانت 1991، وضع هذه الاستراتيجية لأن تكون الولايات المتحدة الأمريكية هي رائدة دول العالم في الرياضيات وفي العلوم، يعني مفاتيح التكنولوجيا الرياضيات والعلوم. عشان كده حنأخذ هذا النموذج أو نظام التعليم في أمريكا حتى نستفيد منه ونشوف وين ممكن نستفيد من تطوير نظام التعليم الفلسطيني إن شاء الله. أتفضل يا أستاذ. الرياضيات والجغرافيا ولا المواد الاجتماعية؟ طيب، هي المواد الأساسية عنده بوش، لأنه عشان هما بيكرهوا ركز عليهم. بوش ركز، أو النظام التعليم الأمريكي ركز على هذه المواد. طيب يا صبايا، يا أستاذ المتكلمين، الآن هنبدأ بمقدمة عن العوامل تأثر في نظام التعليم الأمريكي. أنتم تعرفوا دولة حديثة بالنسبة لدول العالم القديم زي الصين، زي مصر، زي الهند، زي دول كبرى قديمة لها تاريخ، تاريخ أمريكا حديث. دوبلو 500 سنة، دوبلو 500 سنة، دوبلو 500 سنة، بالأحرى يعني التلفية الأخيرة هذه تعتبر أمريكا، أمريكا أجت محلة يعني أجرين أجوا من أنحاء العالم أو من أنحاء بلاد العالم، وبالذات من الدول الغربية عندما اكتشفت أمريكا، ولكن العالم حل في أمريكا، بدأ يكتب تاريخ أمريكا في تلك اللحظة. كان مستوطن أمريكا أجل مهاجرين وهاجروا لأمريكا، هاجروا من الدول الغربية أكثرها، الدول الأفريقية مستوطن أمريكا. هذول الجماعة كانوا متباينين في اللغة، جاي من ألمانيا، تكلم اللغة الألمانية، جاي من فرنسا، جاي من فرنسا، جاي من بلاد تتكلم فرنسية، وهكذا. كل جاي من أفريقيا يتكلم اللغة المحلية تاعهم، مختلفين في اللغة، مختلفين في الثقافات، في تباين الثقافة، القيم والعادات والتقاليد، في التاريخ. جاي من ألمانيا تاريخ ألماني، وجاي من فرنسا تاريخ فرنسي، وجاي من مثلا أفريقيا تاريخ أفريقي، وجاي من آسيا تاريخ آسيا، وجاي من الهند تاريخ هندي، وجاي من الصين تاريخ صيني. اختلاف الثقافات، اختلاف الاجتماعية،
اختلاف في اختلاف العادات والتقاليد، اختلاف في السياسه، يعني الانظمه السياسيه الاكثر الدول فيها الافراد الاكثر الدول السياسيه النظام السياسي ما تاثروش، الدارع على الديمقراطيه ما بيعرفش يعيش الا بالديمقراطيه، والدارع على الكرب والاستبداديه ممكن يعيش في ظل نظام ديكتاتوري. اذا في هناك تفاعل في البنية الاجتماعية والبنية الاقتصادية والبنية الثقافية والبنية القيمية الأخلاقية. إذا أمريكا أجناس مختلفة، جماعات متباينة، هذول الكبير يستطيعون التاريخ، استطاعوا يصنعوا تاريخ وحدوا كل البلاد التقليدية اتحدت صارت البلاد المتحدة الأمريكية. لكن ولاية في أمريكا فقط 50 ولاية، 50 ولاية أمريكية منتصف أو بعد منتصف القرن عشر، يعني بدأت من 1780 حوالي بدأت توحد أمريكا، توحد أمريكا تجعل نفس هذه الولايات دولة واحدة. أول ولاية في التمثيل 1780 آخر ولاية في 1950، يعني جمع ولايات 50 ولاية، هذه تفاوت الأسبق استطاعوا. طيب هذا النظام التعليمي لابد أن يخدم جميع الفئات حتى يجعلوا تاريخ واحد، حتى يجعلوا ثقافة واحدة، حتى ما فيش إمكانية يضحي بالنظام التعليمي عندهم. عشان كده نص الدستور تاعهم تشرح قاعدة، نص الدستور تاعهم على عدم ترك نظام التعليم لكل ولاية على حدة بما ينسجم بالإطار العام لأمريكا كاملة، يعني جميع يعني ايش الوزاره الفدراليه، وزاره التعليم الفدرالي في عندهم وزاره فدراليه لجميع الولايات، هذه بتمول التعليم حوالي 4% وبتحطوها خطوطات منها ترمت فيها الخطوط العامه، ايش المواد العامه، لكن ايش المنهاج موحد ليس موحدا. يعني احنا عندنا في فلسطين كتاب القراءه للصف الاول موجود كل محافظه الصفة الوطنية مطلة، يعني في القدس نفس الكتاب، في جنين نفس الكتاب، في رمضان نفس الكتاب، في غزة نفس الكتاب، في القدس كله كتاب واحد، مؤلف واحد، هم مش عندهم هذا. كل ولاية لها منهجها الخاص، ليس مركزية، كل ولاية لها نظام التعليم، لها نظام التعليم في الولاية نفسها بتقوم بتداور طلع كيف إدارة التعليم، تحول التعليم. الحكومة الفدرالية عامش ال 4% وتحط الخطوط العامة. يعني شهادة أي ولاية في الثانوية العامة معتمدة زي جواز السفر الدبلوماسي عندهم، بدخل ل 50 ولاية كأنه فرد واحد. الشهادة نفس المسألة، لكن هل الامتحان تبدأ بيوم واحد بلحظة واحدة في سؤال لكل الطلبة في الولايات المتحدة واحد؟ لا، كل ولاية بتعمل امتحانها بطريقتها وبتعتمد شهادتها. يوم ما بده يدخل الجامعة، في عندي نوعين من الجامعات، في جامعات حكومية وجامعات خاصة. الجامعة الحكومية طوالي بدخل بناء على الشهادة، لا ليس له امتحان، ما عملوش اختبار او امتحان اختبار. اما الجامعات الخاصة وهذا عكس نظام التعليم عندنا. من أقوى عادة نظام التعليم الرسمي التابع الجامعات، جامعة تابعة الحكومة أو شبه تابعة الحكومة للتعليم الخاص، الخاص مش أقوى عندنا ولا عمره كان التعليم الخاص أقوى عندنا. يعني البيت طالب جامعة الأزهر يساوي طالب جامعة خاصة فلسطين، هل نفس الكفاءة أساسا؟ هل نفس المستويات؟ عشان كده دائما التعليم من الحكومة أو شبه
أقوى من التعليم، عكس أمريكا. عكس أمريكا، أمريكا التعليم الجامعي الخاص أقوى من التعليم، أقوى من التعليم. طيب، هذه المقدمة إن في عوامل اجتماعية، سياسية، ثقافية. إذا هناك عدة عوامل ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية، طلع كيف؟ في عادات وتقاليد، قانون تحكم التعليم، نظام التعليم في أمريكا. إذا نظام التعليم في أمريكا مركز ولا لا مركز؟ لا مركز. طيب هذه المقدمة بسيطة، كل المهاجرين الصبايا التعليم، يعني المبتدئ يعني كان مين كان اللي المبتدئ معتبر الأبنية عدم تحصيل الدراسة الزايد،
مشكله في المدرسين، مشكله في المدرسين، ولكن مبادئ التعليم مستوى الطلاب المتدني سيتم ثم بدل اين المشكله. فهذا التقرير جعل القائمين على التعليم يتخذوا خطوات سريعه وهامه في اعاده النظر في مناهج التعليم، في اداره التعليم، في نظام التعليم تاعهم، فجعلوا خطتين. الخطه الاولى للرد واستجابه لتقرير امه في خطر اي امريكا في خطر، عملوا خطتين. الخطه الاولى طوروا فيها النظام التعليمي من خلال إعادة النظر في المناهج والمعلم، فجعلوا إنه السبب المنهج والمعلم، خاصة المعلم، عدم قدرة المعلم المهنية وضعفه المهني وضعفه الأكاديمي هو سبب أساسي في ضعف الطلاب في التحصيل الدراسي وفي إيش المهارات الأكاديمية. هذا السبب الأول يعتبره. إذا السبب الأول مشكلة التعليم وين تكمن؟ تكمن وين مشكلة التعليم؟ نايمات ولا إيش؟ في المعلم والمنهج، منهج ضعيف. أحد أسباب ضعف المنهج هو سبب ضعف الطلاب، ضعف المعلم سبب ضعف الطلاب. يعني منهج قوي بيد معلم ضعيف في التحصيل هيضيعوا الطلاب، منهج ضعيف بيد معلم قوي ممكن يكمل المعلم النقص في المنهج، مظبوط ولا لا؟ من خلال المنهج الخفي، من خلال المنهج الخفي يعالج جوانب القصور، لكن منهج قوي بيد معلم ضعيف حيضيع عيف الطلاب، وهذا معيار أساسي في نظام التعليم في اليابان. يعني بيقيسوا قوة المعلم من مخرجاته، يعني كل ما كان الطالب قوي ونسب الرسوب ضعيفة جدا أو متلاشية، كل ما أشر مؤشر على أن المعلم قوي، لأنه أنا قلت لك منهج القوي في إيد معلم قوي بيطلع لي طالب قوي، معلم قوي في منهج ضعيف بيطلع لي طالب متوسط أقل أو فوق المتوسط، لكن يوم ما يبقى عندي منهج قوي معلم ضعيف بيطلع لي طالب ضعيف، المخرج ضعف. إذا أمريكا الإدارة التعليمية في أمريكا عالجت هذا الخطر من خلال إعادة النظر في المناهج واحد، ثم إعادة تدريب المعلمين. في الخطة الأولى كانت من 1983 إلى 1986، 83 إلى 86 وهي الخطة الأولى. الخطة الأولى ركزت على جوانب الضعف عند المعلم بعد معالجة ضعف المنهاج. يعني بدنا نعالج المعلم، كيف عالج المعلم؟ عالج ضعف المعلم من خلال تدريبه، وهي واحد دربوه ثم جعلوا إشي جديد لانج، وإحنا بعديها صرنا ناخده، هو شهادة مزاولة المهنة أو كفاءة المهنة. يعني أي معلم الموجودين، كل المعلمين الموجودين خلال 3 سنوات بدنا نعطيكم دورات تدريبية، دورات تدريبية نسكلكم ونطوركم ونعدكم إعدادا جيدا. طوالي بعدها بدكم تدخلوا على اختبار مستوى لهذه المزاولة المهنة، وأي واحد بده يبقى مدرس عندنا لابد يجيب شهادة مزاولة المهنة. المعلم اللي بينجح بنخليه في التعليم، والمعلم جلبرصب حنزيله إلى وزارة ثانية. يعني لا يصلح أن يكون معلما. بهذه الخطة الأولى عالجوا ضعف المعلم، ضعف المعلم، عالجوا ضعف المعلم. فإشي اسمه شهادة مزاولة المهنة، مهنة التدريس أو كفاءة مهنة التدريس، أول من ابتدعها من يا صبايا؟ أمريكا سنة إيش؟ ل 86 امتحنت فيها المعلم. الخطة الثانية من نهاية 86 على 87 ل 90، هذيك الأولى 3 والثانية 4 سنوات
اربع سنوات الثانيه راحوا مش عالجوا نقص ضعف المعلم، راحوا كافئوا المعلم، يعني اعتبروا ان مدار مهنه التدريس المعلم هو حل المشكله. اذا كان المعلم قوي قويناه، طب راضي، مهم جدا ان يرضى عن عمله. يعني ممكن معلم قوي لكن لا يتقاضى راتبا عاليا، هل هذا صح؟ لا. اذا قالوا احنا بدنا نعد المعلم وندربه ثم نتيح له كل جوانب الرضا عن الوظيفه، فزادوا راتب المعلم. بعد ان كان كم كان راتبه في البدايه بالسبعينات؟ بالسبعينات كان حوالي 7500 دولار، اصبح في 27,000 وكسر بعد ايش، في اثناء ايش الخطبه هذه، ب 29,500 يعني حوالي 30,000 دولار في عام 1900 واكم عندكم 76 90، 86 87، يعني بعد الخطبه مباشره. يمكن في 90 زاد وزاد وهالبيت زايد وزايد، لكن هذا الراتب يعتبر بالنسبه للدول المتقدمه ثانيه راتب ضعيف. يعني اليابان احسن رواتب بالنسبه لفئه المعلمين من ايش امريكا، لكن الشاهد من الموضوع انهم زادوا راتب المعلم ليرضى عن راتبه. هي الخطه الاولى. الخطه الاولى عالجوا ضعف المناهج ثم ضعف المعلم. الخطه الثانيه ايش عدوا عملوا؟ حسنوا ظروف المعلمين واهتموا بالمعلم اكثر، ثم لن ياتي الى التعليم او مجال التعليم او نظام التعليم الا معلم مقتدر متخصص. ايش المتخصص يا صبايا عملوا؟ عملوا تخصص واحد المرحله الابتدائيه لن يدرسها الا انسان يحصل على شهاده تدريس وهي مزاوله المهنه يعني تربوي ثم متخصص حد ادنى بكالوريوس. المرحله الثانويه لن يدرسها الا انسان حصل على مهنه التدريس. ايش يعني؟ يعني مزاوله، ايش يعني معناته؟ متخصص في التربيه زيكم، متخصص تربيه ثم حاصل بالذات الثانويه العليا على ماجستير في التخصص. ماجستير في التخصص، هذه سمه للدول المتقدمه. دول متخصص ماجستير في التخصص، ايش يعني ماجستير في التخصص؟ يعني مدرس اللغه العربيه اللغه الانجليزيه لازم يبدا معه حاصل على ماجستير في اللغه الانجليزيه وليس في التربيه. ماجستير في اللغه الانجليزيه زائد خريج كليه التربيه. اثنين اللي بده يدرس رياضيات حد ادنى يبقى متخصص في ايش يا صبايا؟ بكالوريوس ماجستير رياضيات. الفيزا ماجستير فيزا، الكيمياء ماجستير كيمياء. احنا لو بدنا نقارن، احنا بدنا نقارن كل التعليم الان من مرحله ابتدائيه لمرحله ثانويه شرط ان يكون حاصلا على ايش؟ مزاوله مهنه. اثنين حاصل على ايش يا صبايا؟ تخصص اقل شيء بكالوريوس في ماده التدريس، مضبوط ولا لا؟ هذا شرط احنا عندنا الان. هذا النظام اخذناه احنا لانه احنا نظامنا جديد لسه لانش. ايش جديد لانش يعني؟ يعني السلطه عمرها ما لهاش 20 سنه. اخذنا انظمه العالم ايش؟ احنا اخذنا افضل انظمه العالم واستخلصناها وحطيناها كنظام لنا تعليمي وفق امكاناتنا المتاحه، وفق امكاناتنا المتاحه. ان شاء الله تعالى المرحله الجايه انتم بتبقوا منكم ان شاء الله وكيله او وزيره او بيبقى منكم مديره. ان شاء الله تعالى بتجيب وتركز على التخصص لايش؟ للمرحله الثانويه العليا، يعني مرحله ثانويه عندنا. مرحله ثانويه ما يدرسش الا معه حاصل على ايش؟ على ماجستير، لانه هذا شيء مهم جدا، شيء مهم جدا. طيب النقطه الثالثه حنتكلم عن استراتيجيه بوش 2000 سنه 2000. هذه الاستراتيجيه خطه بوش، وضع بوش خطه طويلة الأمد لمدة 10 سنوات كانت 1991. وضع خطة، الخطة هذه أن تكون أمريكا تطور نظامها التعليمي على أن تكون هي الدولة المتقدمة
في العالم في مادتي الرياضيات والعلوم. اثنين، أن يتيح التعليم يكون النهوض في التعليم الأساسي تحت الفرص لكل الطلاب في جميع الولايات، حتى الولايات المهمشة والمناطق المهمشة يكون على حساب الحكومة الفيدرالية تعليم. يعني الحكومة الفيدرالية هي قلت لكم سام كم بالمية في الولايات؟ 4%. لا، احنا بدنا المناطق المهمشة والمناطق البعيدة النائية والمناطق اللي ما بيصلهاش تعليم يبقى على حساب الوزارة لو بدها تساهم بنسبة 50% فما يزيد، مش مشكلة. تحت فرص للمبدعين، عندهم الطلاب المبدعين تحت الفرص كلهم للتعليم الجامعي او ما فوق التعليم الجامعي. اذا بوش وضع خطه واستراتيجيه تكون من عده نقاط. اهم هذه النقاط: واحد، مد التعليم الاساسي كل افراد، كلهم في امريكا يصلوا للتعليم الاساسي حتى المناطق البعيده ولو على حساب الحكومه الفيدراليه. اي واحد. اثنين، تحسين التعليم بصفه عامه والثانوي بصفه خاصه عنده، يعني الثانوي هذا مهم جدا عندهم. ايه؟ ما يبقاش نظري بس، التركيز على المواد الاساسيه عندكم، حتشوفوها شيء المواد الاساسيه عندهم. اللغة عندهم 4 مواد أساسية عندهم، وشون كينج لما أجى عندنا على غزة ركز عليها: اللغة الوطنية، وهي عندهم إيش اللغة الوطنية؟ الإنجليزي، ثم الرياضيات والعلوم والمواد الاجتماعية. هذه مواد أساسية، هذه سلاح بيعتبره بوش لإيش؟ لتطوير التعليم، سلاح في تطوير التعليم. إذا واحد، ركزت استراتيجية بوش على عدة محاور. المحور الأول مد التعليم الاساسي كل الافراد، المحور التطوير وتحسين نظام التعليم الامريكي بصفه عامه من خلال قلت لكم ايش المواد الاساسيه الاربعه الاساسيه، والاربعه الاساسيه هذه بتصير 8 و10، لانه العلوم كيمياء وفيزياء واحياء، مضبوط ولا لا؟ طلع كيف؟ مواد اجتماعيه تاريخ وجغرافيا وتربيه وطنيه، مضبوط ولا لا؟ وحقوق انسان ممكن. يعني المواد هذه الاساسيه الاربع ممكن تتطور تصير مش 4، 6، 8، و10. اذا هي المحور الثاني. المحور الثالث تركز عليه تحقيق تكافؤ الفرص في المرحله الثانويه لجميع الطلاب. كل الطلاب بدهم يتاح لهم التعليم الثانوي، ونسبه اقل شيء 93% او 94% او 95% يبقوا حاصلين على ايش يا صبايا؟ على الثانويه العامه، الثانويه العامه. يعني بده مجتمع متعلم، مجتمع متعلم. عشان كده جعل مرحلة التعليم، هو نادى أن تكون المرحلة الإلزامية في التعليم 12 عاماً، 12 سنة. يعني أنا قلت لكم كل ما الدولة تقدمت في إلزامية التعليم وكبرت مدة التعليم الإلزامي، كل ما كانت دولة متقدمة، إذا بوش ركز في استراتيجيته على 4 محاور. المحور الاول ايش قلنا يا صبايا؟ يلا. 2، تحسين نظام التعليم بصفه عامه. 3، تحقيق التكافؤ المرحله الثانويه. الرابعه، النقطه الرابعه ركز عليها، تطوير وزاره التعليم، وزاره التربيه والتعليم في كل ولايه بما تناسب مع هذا التطور. يعني وزارة في إشكالية ممكن تبقى في الإدارة المالية، في إشكالية ممكن تبقى في المركزية، إشكالية في إعداد المناهج، بدهم يتطوروا بما يتطور مع هذه الاستراتيجية. حتى ولو كان بدها ميزانية خاصة، هذا إيش كلام مين؟ هذه المحاور بتركز عليها استراتيجية بوش، وهذه أسئلة متوقعة في الامتحان يا صباح. هيني قلت. طيب، أهداف مشروع بوش، إيش الهدف من هذه الاستراتيجية لبوش؟ أنا بدي تلمت استعداد التلميذ في المرحلة الإلزامية حتى سن 18،
يعني احنا بدنا نعد الطفل من طفولته حتى يكون شابا 18 سنه، هذا على حساب الدوله التعليم حيكون. ايه؟ اثنين، تنميه استعداد التلميذ ان يستمر 90% من التلاميذ في المرحله الثانويه ويكملونها حتى النهايه، يعني احنا بدنا اقل شيء 90 92 93 95 100% ما يقلش عن 90% يحملون الثانويه العامه. طب وال 10% وين بدهم يكونوا؟ التعليم الثاني، لانه هو عندهم تعليم نظري وتطبيقي مهني تقني فني كله موجود عندهم التعليم. ايه؟ في ناس بيفشلوا فبروحوا على مراكز التعليم الفني. يعني بده كل الامريكان يبقى سنه ال 2000 اقل شيء اقل شيء اقل شيء بدهم 90% يحملون الثانويه العامه. وبال 10% بدهم يبقوا. في ولايات يا صبايا الالزامي عندهم 10 سنوات مش 12 سنه. ولايات ثانيه 12 سنه. يعني يهيب في القائمين على وزاره التربيه والتعليم ان يكون التعليم 90% كحد ادنى في كل مجموع امريكا المتحده، مجموع امريكا المتحده. لانه في عندهم تعليم في بعض الولايات اللي الزامها كم سنه؟ 10، في ولايات الالزام 11، ولايات 12، ولايات 9 ممكن، لا قال لهم احنا بدنا اقل شيء 90% يحملون الثانويه العامه. ثلاثه، يشترط في نقل اي طالب من مرحله الى مرحله بشهاده اربع علوم. واحد، اللغه القوميه او الوطنيه. اثنين، وايش عندهم اللغه الوطنيه؟ الانجليزي. اثنين، الرياضيات. ثلاثة العلوم، أربعة المواد الأساسية، وهي المواد الأساسية هذه لنقل الطالب من مرحلة إلى مرحلة. وجون كينج لما أجى عندنا على غزة هنا ركز على هذه المواد. ركز على هذه المواد وقال هذه المواد أساسية لابد، فعمل إيش؟ المعلم المساند. وعمل المواد التعليم إيش؟ الإضافي. مظبوط ولا لا؟ وخفف عبء المعلم. ومنح المدير صلاحيات اكثر. يعني هذا اسلوب من اساليب ممتاز، رائع رائع رائع. طيب طيب، اربعه، ان ينال الطالب الامريكي المرتبه الاولى بين دول العالم في مادتي العلوم والرياضيات، وقد ظهر ذلك جليا في اولمبياد 1997. امريكا الان بتاخذ الاولى، يوم ما امريكا ما تاخذش الاولى على العالم في الرياضيات والعلوم امريكا بتكون في خطر في مقياسه، فهي بتقود العالم في هذه المواد. اذا هي اكثر تقدما تكنولوجيا وتقدما حضاريا من العالم كله. اذا هذه المواد، يا للاسف احنا في تعليمنا بنركز على الجانب النظري وعندنا عزوف واضح عن ايش؟ التعليم التطبيقي. يعني كليه التربيه احنا عندنا تشوفي كم طالبه منها في الفيزياء والرياضيات، 10 او 5. روح كليه العلوم شوف كم طالب فيها بكل اسف. وهذا استهداف العالم الثالث، كل العالم الثالث يستهدف من خلال العزوف عن التخصصات التطبيقيه العلميه اللي بتكبر تكنولوجيا. بكل اسف. 5، ان يكتسب كل مواطن امريكي المعرفه والمهارات الضروريه للتنافس العلمي. 6، التربية أو التعليم ليس للكسب ولكن هو الحياة. يعني في عندنا نظريتين، هل التربية إعداد الفرد للحياة ولا هو الحياة؟ هو الحياة، هو الحياة عندهم. هذه نظرية جون دوي يا جماعة، هذه نظرية جون دوي. طيب، 6، أن تكون كل مدرسة بتوفير المناخ النفسي والاجتماعي المناسب للطلاب للعزوف، إبعادهم عن المخدرات والمسكرات والاخلاق الذميمه. طلع كيف لايجاد مواطن امريكي صالح في نظره. اذا هذه خطه بوش احنا حنستفيد منها واستفدنا منها وحنستفيد منها، انه اللي بده يتقدم في اي دوله لابد الا ان يركز على التعليم. شكرا لكم، بارك الله فيكم.